وللحديث عن محاولة استهداف وزير الدفاع اللبناني وتداعيات الاشتباكات في بلدة الكحالة في بيروت، معنا من هناك مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب. أهلا بك سيد حسان. في البداية، إطلاق نار يستهدف سيارة وزير الدفاع اللبناني ببيروت، ماذا يجري في لبنان بعد يوم من انقلاب شاحنة الأسلحة في بلدة الكحالة؟ تفضل. نتائج التحقيق حول إطلاق النار على سيارة وزير الدفاع لم تصدر بعد، ولكن النتائج الأولية والتي تم الإشارة إليها بأنه رصاص طائش تم إطلاقه في منطقة الضاحية الجنوبية التي يهيمن عليها حزب الله من خلال إطلاق الأعيرة النارية بكثافة وبغزارة ومن آلاف الرشاشات خلال تشييع أحد قتلى حزب الله الذي سقط في منطقة الكحالة أثناء الإشكال الأمني مع أهالي القرية. إذن حتى الآن لا يمكن التأكيد أن هناك محاولة اغتيال، ولكن بالتأكيد هناك إطلاق نار غزير واستهدف منه أن يكون باتجاه المنطقة الشرقية التي يغلب عليها الطابع المسيحي. نعم سيد حسان، إذا لم تكن محاولة اغتيال كما تدعي السلطات، ما الرسالة من استهداف موكب وزير الدفاع بهذا الشكل؟ هل يمكن ربط ذلك بمصادرة الجيش ذخائر كانت بالحافلة التي انقلبت في الكحالة ببيروت؟ لا يمكن القول أو الجزم بأن الجيش قد صادر هذه الأسلحة أو هذه الذخائر. عادة هناك تعاون وثيق بين قيادة الجيش اللبناني وحزب الله، وهذا السلاح يمر برضا الجيش وموافقته وعلمه وحتى ربما بإشرافه. لذلك الحديث عن مصادرة هذا كلام غير دقيق. حتى بيان الجيش الذي قال بأنه قد صادر هذه الأسلحة بانتظار التحقيق صدر بعد أكثر من 12 ساعة من وقوع الجريمة والحادثة المؤلمة التي جرت في الكحالة. لذلك عمليات إطلاق النار بغزارة واستهداف كل المدنيين بما فيهم وزير الدفاع، الهدف منها وما يهدف منه حزب الله الإشارة أنه قوي كفاية، قوي لإثارة الفوضى في البلاد، قوي لإثارة معركة بين مناطق متعددة لبنانية على أسس مذهبية أو طائفية، وأن السكوت والصمت والخنوع هو الحل الوحيد للبنانيين أمام قوة سلاحه وجبروت طاقاته الميليشياوية. كيف تقيم أداء الجيش اللبناني بالتعامل مع أحداث انقلاب الشاحنة التابعة لحزب الله والاتهامات الصريحة له بحماية تجارة المخدرات أو الأسلحة الخاصة بالميليشيا سيد حسان؟ بالفعل هناك أسئلة يجب أن تطرح بداية قبل أن نسأل الجيش عما قام به. إذا كان المقاومة بحاجة للسلاح في الجنوب لمواجهة أي عدوان إسرائيلي أو أي اعتداء إسرائيلي على مناطق جنوبية، خاصة مع الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، لماذا هذا السلاح كان متوجها إلى مدينة بيروت؟ وبيروت عاصمة وبعيدة جدا عن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. إذا هناك السؤال، لماذا يقوم حزب الله بتخزين الأسلحة أو بنقل الأسلحة والذخائر إلى مدينة مثل مدينة بيروت التي هي عاصمة تجارية وثقافية وعلمية وكل ما يمكن أن يقال عنها؟ ثانيا، نقل الأسلحة والذخائر يتطلب إجراءات سلامة مميزة ومحددة. هذه الشاحنة تبين أنها لم تحظى بهذه الرعاية نهائيا سوى بالحماية الأمنية. كان هناك بالفعل أمنيون من حزب الله يواكبونها، ولذلك كان هناك إشكال واشتباك مع أهالي بلدة الكحالة عندما تقدم الأهالي لمعرفة ماذا تحمل هذه الشاحنة قبل معرفتهم بأنها لحزب الله أو لغير حزب الله. ولكن الخوف لدى عناصر حزب الله من أن يكتشف المواطنون أنها تحمل أسلحة دفعهم إلى إطلاق النار في الهواء، وبالتالي وقع ما وقع. ولكن كيف يتم نقل الأسلحة بشاحنة تحمل كمية مضاعفة عن طاقتها من الحمولة؟ كذلك هذه الشاحنة لو سلمنا جدلا أنها قد انفجرت بسبب ما خلال مرورها في هذه القرى وحتى في مدينة بيروت، ماذا كانت النتائج؟ ستكون النتيجة مشابهة تماما لما جرى في مرفأ بيروت. إذن يجب أن يحاسب حزب الله قبل أن يحاسب عن إدخاله السلاح على طريقة شحنه ونقله لهذه الأسلحة. وكذلك يجب أن يسأل الجيش اللبناني لماذا يوافق على نقل هذه الأسلحة، وأن يقوم باستيعاب الوضع حتى لا تقع فتنة، لأنه لا يوجد قرار سياسي بتجريد حزب الله من السلاح، وبالتالي الجيش لا يتحمل المسؤولية. ولكن يجب أن يتم محاسبة حزب الله على سلوكه ونهجه وأدائه الذي يبين أنه لا يهتم بسلامة اللبنانيين ولا يعني يحاول أن يحمي المواطن اللبناني بقدر ما يحاول أن يحمي ويعزز مشروعه الديني وعلاقته بإيران ومحوره. هل تعتقد أن رسائل وزير الداخلية اللبناني يمكن أن تعيد التوازن لبلدة الكحالة وبالتالي إلى عموم لبنان؟
رسائل وزير الداخلية هي رسائل إعلامية لا تقدم ولا تؤخر. هل يملك السلطة لفرض الأمن والقانون في كافة الأراضي اللبنانية؟ هل يستطيع منع تجول الأسلحة؟ اليوم شاهدنا آلاف المنادق تطلق النار بعشوائية بالغة. من الذي منع هؤلاء أو من الذي شجع هؤلاء؟ حزب الله يشجع عناصره على إطلاق النار وبشكل يسيء للمواطنين اللبنانيين ويؤذي ممتلكاتهم. هناك خسائر مادية كثيرة في مناطق متعددة، من فرن الشباك إلى جسر باشا إلى سد البوشرية إلى الحازمية، كلها خاصة ألواح الطاقة الشمسية. هناك نعم، خسائر مادية كثيرة لم يتحدث عنها أحد حتى الآن، ولكن هذا إطلاق النار ما فائدة منه؟ ما نعم، الضرورة له؟ إذن هذه رسائل للبنانيين، ووزير الداخلية لا يستطيع أن يصدر مذكرات نعم، توقيف، لم يصدر بيان عن القضاء اللبناني بأنه قد قام بالتحقيق حتى فيما جرى في الكحالة أو حتى في إطلاق النار. واليوم يصدر الجيش اللبناني بيانا يقول أنه اعتقل مواطنين لبنانيين في منطقة الطريق الجديد لأنهم أطلقوا النار. فإذا من هو يطلق النار خارج بيئة حزب الله، خارج منظومة حزب الله، يعاقب ويعتقل ويحول إلى القضاء. أما من هم لدى حزب الله ومن عند حزب الله ومن يؤيدون حزب الله يتصرفون كما يريدون ويمارسون ما نعم يرغبون بأن أي مساءلة أو أي مراجعة من القضاء ومن الأجهزة نعم الأمنية ومن السلطة السياسية اللبنانية. أستاذ حسان، ماذا عن حزب الله؟ هل تعتقد أنه سيمرر الحادثة بسهولة، خصوصا بعد مقتل أحد عناصره، وأنت تعلم أن هناك تحقيقات قضائية يقودها الجيش اللبناني؟ الأزمة مع بلدة الكحالة هي أزمة قديمة وليست جديدة. نعم، عقب انفجار المرفأ تم قتل واغتيال أحد الصحفيين، المصور الصحفي إلي بجاني أظن اسمه، وهو كان قد قام بالتقاط صور عديدة خلال انفجار المرفأ، تم اغتياله في منزله في بلدة الكحالة، ولم يصل التحقيق إلى أي نتيجة رغم وجود كاميرات تصوير وإلى آخره. الآن قتل شخص آخر من آل بجاني في بلدة الكحالة أيضا برصاص أطلقه مسلحون من حزب الله، والقضاء اللبناني حتى الآن لم يحل الأزمة الجريمة الأولى، وبالتالي هذه الجريمة سوف يتم تسويتها بطريقة أو بأخرى باعتبار أن هناك إشكالا أمنيا قد وقع. من غير المقبول أن يبقى هذا الواقع يتكرر في نعم، مختلف المناطق. في عين إبل منذ أيام، منذ 6 أيام بالتحديد، تم العثور على جثة المواطن اللبناني إلياس الحصروني ميتا في أحد المزارع القريبة من البلدة. تقرير الطبيب الشرعي يقول أنه توفي نتيجة حادث سيارة، ولكن الكاميرات التصوير كشفت أن هناك من قام بخطفه واعتقاله، نعم، تعذيبه وضربه ثم قتله خنقا. كيف تغير تقرير الطبيب الشرعي؟ من الذي أصدر التقرير الأول ومن الذي أصدر التقرير الثاني؟ نعم، من الذي ضغط على الطبيب الشرعي يصدر هذا التقرير لإخفاء جريمة ومن الذي ارتكبها أيضا؟ فلذلك هناك قوة ضاغطة اسمها ميليشيا قادرة على ارتكاب ما تريد، قادرة على فرض شروطها، وهي تتفاجأ من الموقف اللبناني الآن في بلدة الكحالة وفي غيرها من الموقف الرافض لهذا السلاح ودوره وممارساته، وهذا ما جعلها تكون في حالة انفعال اليوم سواء في تصريحاتها وفي بياناتها واتهاماتها وفي إطلاق النار بغزارة، لتقول أنها لا زالت قوية وقادرة، ولإعطاء جرعة دعم لجمهورها بأنها قوية وقادرة على مواجهة كافة التحديات. في هذا سؤالي الواقع الأخير، الذي نعم في سؤالي الأخير إليك أستاذ حسان، يعني هل تعتقد أن لبنان مستعد بالفعل للضغط من أجل إنهاء ملف سلاح حزب الله؟ ما الضامن لعدم الانسياق بالأمور نحو فوضى أكثر اتساعا؟ لا يوجد أي فريق لبناني حريص على أن نصل إلى حالة الفوضى، حتى حزب الله الذي يمارس الفوضى ولكن يمارسها بشكل منضبط، لأنه يدرك أن أي فوضى غير منضبطة في لبنان سوف تؤدي إلى انهيار الواقع اللبناني وتدخل دولي. لذلك هو يهدد بالفوضى ولا يمارسه. ويجب أن يعرف المستمعون أيضا أن لبنان بحاجة لدعم مالي عربي ودولي، وحزب الله عاجز عن تأمين هذا الدعم. لذلك هو يحاول التفاوض والحوار والنقاش مع كافة القوى للوصول إلى حلول وسط تؤمن إعادة دعم لبنان ماليا للخروج من أزمته المالية وعدت الاستقرار إلى الواقع اللبناني ولكن تحت هيمنته، وهذا ما يرفضه المجتمع العربي والدولي الذي يريد لبنان حرا خارج إطار التحالف الذي يقوم به حزب الله مع إيران وخارج هيمنة حزب الله على المؤسسات اللبنانية سواء كانت أمنية أو قضائية أو سياسية. ولذلك نحن سنبقى في هذه حالة اللا حرب ولا سلم، اللا استقرار ولا فوضى
حتى يتم تجريد حزب الله من سلاحه والخروج من هذا المحور الذي لم يعمل سوى على تدمير الدول العربية والمجتمع. نعم. مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات حسان القطب، شكرا جزيلا لك.